السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا الكتاب الوحدة الثالثة الدرس الثاني ليسون 2 صفحة 12. هنا الدرس بيتكلم عن، طبعا انتوا عارفين دي الملوخية، احنا خدناها الملوخية نوع من شوربة الخضار وهي صحية. طيب هنا بيقول لي Underline the food words، ضع خط تحت كلمات الطعام. Write C countable، اكتب حرف C وكلمات تعد، أو U uncountable لا تعد. رقم واحد بيقول لي Do you like soup، حطينا خط تحت الشوربة هي من الطعام. الشوربة بتتعد، حد يقدر يعد الشوربة؟ حد يقدر يعد الشوربة؟ شوفوا دي ملوخية، شوربة ملوخية، مين يقدر يحط ايده كده صباعه ويعد حبايه؟ هنقدر نعد الميه؟ يعتبر ميه، حد يقدر يعد الميه؟ لا طبعا. فهي كتبنا يو عشان لا تعد. There isn't any meat in it، لا يوجد اي لحمه فيها. في الطعام هنا بالظبط كده، meat هي الطعام، يبقى هنحط خط تحت meat. طيب اللحمه تعد؟ برضو اللحمة بتتعدش، هنعرف دلوقتي امتى بتتعد وامتى لا تعد. يبقى هنكتب هنا يو. طيب the other main ingredients are rice and pasta، المكونات الرئيسية الأخرى هي الأرز ومكرونة الباستا. يبقى فين الطعام هنا؟ الرز رايس والباستا، دول بيتعدوا. الرز ما بيتعدش ولا مكرونة الباستا بيتعد. يبقى هنعمل هنا uncountable. طيب there aren't any tomatoes in this dish، هناك لا يوجد اي طماطم في هذا الطبق. فين الاكل هنا؟ التوميتوز هي الفود، طماطم. طب الطماطم بتتعد، عشان كده احنا استخدمنا هنا ار، نقدر نعد الطماطم. هنفهم كل حاجة دلوقتي، علشان كده احنا هنكتب هنا سي يعني تعد، كاونتر نمبر 5. I like to eat it with some salad and bread، انا احب ان اكلها مع بعض السلطة والخبز. فين الأكل هنا؟ سلطة، السلطة والخبز. السلطة بتتعدش ولا الخبز بيتعد؟ هنعمل هنا يو uncountable لا تعد. طيب آخر واحدة، many have got nuts and dates in them، الكثير فيهم مكسرات وتمور أو بلح فيهم. يبقى فين الأكل هنا؟ شفت انا شاورت فين؟ المكسرات nuts والتمر اللي هو ديتس. لازم نحفظ الكلمات دي، لازم نحفظ الاسماء دي. سوب، ميت، رايس، باستا، توميتوز، سالاد، بريد، nuts، ديتس، ونعرف معناهم ايه. طيب المكسرات والبلح بيتعدوا، عشان كده هنكتب countable يعني تعد. طب بص، عشان احنا في ورانا حاجات كتير. Countable and uncountable nouns، الأسماء التي تعد ولا تعد. Uncountable nouns only have one form، الأسماء التي لا تعد فقط لديها شكل واحد. When we talk about uncountable nouns we use a singular verb، there is or isn't. عندما نتحدث عن الأسماء التي لا تعد بنستخدم فعل مفرد، اللي هو هناك يوجد إز، هو الفعل الايه؟ المفرد. يبقى بنستخدمه امتى؟ لما بنتكلم عن اسماء لا تعد. يبقى في الحاله دي uncountable nouns الاسماء التي لا تعد ليها شكل واحد بس، بنستخدم معاها فعل مفرد. إنما لما نيجي نتكلم عن أسماء تعد ده موضوع تاني. When we talk about singular countable nouns،
We use a singular verb. There is, isn't. عندما نتحدث عن أسامي تعد مفردة بنستخدم فعل مفرد، لأن ممكن الحاجة اللي بتتعد ممكن تكون حاجة واحدة ممكن تكون كذا واحدة. يبقى أقول there is. When countable nouns are plural, we use a plural verb. There are أو aren't. عندما تكون الأسامي أو الأسماء التي تعد جمع بنستخدم فعل جمع، يوجد أو لا يوجد. Are يعني يوجد، aren't لا يوجد. بقول له هنا there is a restaurant in this street. هناك مطعم واحد في هذا الشارع. أنا استخدمت is عشان بعضيها. A restaurant مطعم واحد، اسم المطعم بيقدر نعده. لو في المطعم بنقدر نعده، طالما هو مطعم واحد ده اسم يعد مفرد. طالما مفرد استخدمنا فعل مفرد اللي هو is. ممكن أعد المطاعم يبقوا خمس مطاعم. لو هم خمسة في الحالة دي هقول له there are، وهكذا. There are some shops in this street. هناك بعض المحلات في هذا الشارع. أنا عندي شوبز هنا، بعض المحلات. بعض المحلات اسم المحلات بتعد، نقدر نعد للمحلات، فده اسم يعد جمع، استخدمنا معاه فعل جمع are. فهمنا؟ We use some for affirmative sentences and any for negative sentences and questions. بنستخدم كلمة some اللي هي بعض للجمل المثبتة، وبنستخدم أي للجمل المنفية والأسئلة. يعني مثلا أنا بقول there are some lentils in this dish. هناك بعض العدس في هذا الطبق. جملة مثبتة، بقول له هناك يوجد. طالما انا بقول له ان في يوجد، ان موجود الحاجه دي، يبقى بستخدم في الجمله مين؟ some. طيب هنا بقول له there aren't any tomatoes in it. بقول له هناك لا يوجد. طالما انا بستخدم جمله منفيه بقول له لا يوجد، بنستخدم ايه؟ any، اي. لا يوجد اي طماطم في الطبق. ما ينفعش لا اقول له لا يوجد بعض الطماطم، غلط. اقول له مفيش اي طماطم، مفيش اي حاجه في الليل دي. يبقى حاجه كمان هتحفظك الاني. انا عندي aren't فيها حرف مين؟ الان. واني فيها حرف ايه؟ ان. يبقى احنا نعلمها كده، طالما aren't فيها ان هناخد الكلمه اللي فيها ان اللي هي اني ولا صم ان. وفي السؤال لما اقول له هل got any meat in it، هل هي فيها اي لحمه فيها؟ هل هي فيها اي لحمه؟ لازم اقول له اي في السؤال. لما اقول له مثلا هل انت معاك اي لحمه، هل انت معاك اي طماطم، هكذا. We use some in yes no questions. كمان بنستخدم some في اسئله نعم ولا، that are offers or requests، اللي بتكون طلب او طلب معذب او بقى عرض للمساعده. Would you like some tea؟ هل انت تحب بعض الشاي؟ لما اعمل طلب عرض اقدم حاجه لواحد لازم استخدم صم. يعني ما اقولوش تحب اي شاي، لا، اقول له تحب بعضا من الشاي. او ممكن اقول له كان اي هاف سام ووتر. بعمل هنا طلب مهذب، هل ممكن انا ان اتناول بعض الماء؟ انا ما اقولوش اي ماء. تيجي بقى مين الاحسن، هل يمكن ان اتناول اي ماء ولا هل يمكن ان اتناول بعضا من الماء؟ بعضا من الماء. هنا بيقول لي complete the sentences with there is isn't there are aren't and some or any. اكمل الجمل باستخدام يوجد، there is، او there isn't يعني لا ايه يوجد، او there are يوجد للجمع، او there aren't لا يوجد للمين؟ للجمع برضه. وsome بعض، او any اللي هي مين؟ اي. اول حاجه كده
عشان تبقوا فاهمين ان دي ماشيه ازاي. انا عندي لينتلز يعني عدس، ايه بنقدر نعد حبات العدس صح؟ وكمان ايه اللي عرفني ان الكلمه دي، عشان تبقوا فاهمين ايه اللي عرفني ان الكلمه دي بتتعد؟ عشان ده اسم منتهي بحرف ايه؟ اس. طالما الاسم منتهي بحرف اس يبقى دوت اسم بلورال، اسم انا بلورال ناون اسم جمع. طالما عندي اسم جمع بنستخدم، طالما عندي اسم جمع يبقى بنستخدم ها زير ار، بنستخدم زير ايه؟ ار. خلاص احنا حلينا الحته دي، يبقى انا بستخدم اسم جمع اقول له زير ايه؟ ار. طيب هل انا بقى عندي عدس في الصوره؟ ما عنديش، يبقى انا هضيف بعد ار ان ابص له في مين؟ تي. حلو كده، يبقى انا كده عملت ايه؟ استخدمت زر ار ليه؟ علشان انا عندي اسم مين؟ جمع. وضفت ان ابص له في تي علشان ما عنديش ايه في الصوره؟ عدس في الصوره. وطالما انا ما عنديش جمله منفيه استخدمت مين كمان؟ ان. شفتوا كده الانجليزي بقى حلو ازاي؟ طب تعالوا نشوف تاني حاجه. انا عندي ديتس بلح او تمر، تعالوا نشوف كده التمر بنقدر نعده ولا لأ. I haven't been married for 8.5 years with 2 children. A different consistency, 600 different variety. I like to date. It's not often to get out to sample your date around town. But today that all changes. We're down at Cafe Batil at JBR. هنقدر نعد التمر اهو، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة وهكذا، يعني بنقدر نعد حبات التمر. علشان كده التمر اسم ايه؟ جمع، plural noun اسم ايه؟ جمع. كمان اللي عرفني ان الاسم جمع منتهية بايه دي؟ منتهية بس. يبقى احنا كده طالما اسم جمع يبقى احنا هنستخدم مين؟ ها زير ار. خليك معايا واحدة واحدة. يبقى طالما شوية بس معايا كده عشان نقدر نركز مع بعض. يبقى طالما انا عندي اسم جامع ها استخدمت ايه؟ زير ار. خلاص. طيب هل عندي تمر في الصورة؟ عندي، يبقى اخلي ار زي ما هي. خلاص. طيب وكمان عشان عندي بقول له يوجد، يبقى بنستخدم اني ولا صم؟ صم. يبقى خلاص شفتوا بقت سهلة ازاي يا ولاد؟ خلاص الانجليزي بقى حلو ازاي؟ طيب تعالوا نشوف اللامب اللي هو لحم الخروف. نفترض انا عندي ده لحم الخروف اهو، شايفين ده لحم الخروف. لو احنا مسكنا حته من اللحمه، حد يقدر يعد اللحمه؟ اهو ادي اللحمه اهو. ادي حته لحمه اهي، حد يقدر يعد الحته دي؟ هنعدها ازاي يعني؟ نفترض جيب ايدك كده واغمسها في حتة اللحمة، هتقدر تعد محتوى اللحمة يعني اللي جوه اللحمة؟ لا، دي مليانة مليانة لحم من جوه، علشان كده احنا ما نقدرش نعد الايه؟ اللحمة. طيب يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ طالما احنا ما بنعدش ما نقدرش نعد اللحمة، كمان ان الاسم ده مش منتهي باس، يبقى ده عبارة عن اسم مفرد. في الحالة دي هقول له زير ايه؟ ها الحالة دي أقول له زير إز. تاني يبقى أنا خدت زير إز عشان إيه؟ عشان ما بقدرش أعدها. طيب هل أنا بقى عندي لحم خروف؟ عندي، يبقى أخلي إز زي ما هي. هقول بقى صم ولا إيه؟ صم، عشان أنا عندي جملة مثبتة بقول له يوجد، بقول له انه يوجد لحم خروف في الصورة. طب تعالوا نشوف الرز، حد يقدر يعد الرز؟ تخيل كده انا عندك رز اهو،
السلام عليكم. في فيديو دقيقة مع آلاء اليوم. حد يقدر يعد حبات الرز دي؟ الله يا سلام. تخيل ان ماما طبخت رز وحطته على الترابيزة وانتوا قعدتوا كلكوا على الاكل عشان تاكلوا. هتيجي تقول لبابا او لماما استني ماما ما عد الرز دوت ازاي، هتحط ايدك في الرز وتعد حباية حباية، تبقى كده تقرفهم على الاكل، غير انك هتتعب من الايه، من قراية الحباية. راح اعلمكم كيف سويت الرز الابيض، فاذا حابين تعرفون كيف تابعوا معي. اول شوفوا الحبات كتير قوي، عشان كده استحالة انك تقدر تعد الرز. لو انت شايف ان الحاجة دي مستحيل انها تتعد، يبقى هي عبارة عن ايه؟ لو مستحيل انها تتعد يبقى هو اسم لا يعد. والحاجة اللي ما بتتعدش بستخدم فيها زير ايه؟ از. شوف الاول عملنا ايه؟ شفنا الاول عرفنا ان الرز ما بيتعدش، قلنا زير از. طيب هل في رز في الصورة؟ مفيش رز، يبقى عارف على ايه ازاي انها وصلوا في ايه؟ تي. حلو كده. يبقى اضيف على از ان بصرف تي كده، انا بقول له زير ازنت، يعني لا يوجد مع حاجه ما بتتعدش. طيب عندي ازنت اني ولا صم؟ هي ان، يبقى اني اللي فيها الان. خلاص. طب تعالوا نشوف السلطه، حد يقدر يعد السلطة؟ تخيل برضو انت قدامك طبق سلطة اهو، تقدر تعد؟ شوف لما بتقطع الزيتون هتعمل ايه في الطبق بتاع السلطة. تقدر تعد بقى حباية حباية من دول؟ طبعا لا. يبقى انت شايف انه مستحيل تعد الايه؟ السلطة. مستحيل تبقى قاعد قدام الناس وهم بتاكلوا وتقول انا هعد السلطة. تعدها ازاي؟ انت بتاخد بالمعلقة وتاكل السلطة. يبقى نحفظ مع بعض كده ايه الحاجات اللي ما بتتعدش. يبقى هنقول هنا السلطة ما بتتعدش، يبقى نقول زير از ولا زير ار؟ زير از. حلو. طيب في سلطة في الصورة؟ في، هنخلي از زي ما هي. طب طالما انا في، يبقى اقول صم ولا اني؟ صم. انا مفيش ان. خلاص. يبقى زير الصم سلطة. هناك بعض السلطة. السوب الشوربة، في شوربة؟ طيب انا عندي شوربة اهو. الاخضر اعزب. حد يقدر يعد الشوربة؟ حد يقدر يعد الشوربة؟ الشوربة تتعد؟ احنا قلنا دي حاجة مية، المية بتتعدش، يبقى هنقول له الزر ايه؟ از. يعني طالما الحاجة مية يبقى ما بتتعدش، استحالة تتعد. والحاجة اللي لا تعد بنستخدم زير از، اللي بنعتبرها مفرد من رايح دماغنا. من الاخر هعد ايه؟ طيب طب في شوربة؟ في. يبقى مش هنعمل ايه؟ نوصف دي وهنقول صم. يبقى زير الصم سوب. توميتو، طماطم. تخيل معاك طماطم هنا اهو، نقدر نعد الطماطم؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. ايه ده؟ بنقدر نعد حبات الطماطم. يبقى علشان كده الطماطم بتتعد. كمان الاسم ده من تيب مين؟ بحرف اس. يبقى هنقول له زير از ولا زير ار مع الحاجة اللي بتتعد؟ زير ار. طيب انا عندي طماطم في الصورة؟ مفيش. يبقى هضيف على ار ان اوصله في ايه؟ تي. حلو كده. طيب مش عندي، هقول صم ولا اني؟ ها اني، عشان دي فيها ان. يبقى زير ار ان تي توماتوز. هناك لا يوجد اي طماطم. البريد، الخبز اهو، الخبز يا ولاد. طب بس تعالوا نعرف نقدر نعد العيش ولا لا. تخيل انت عندك خبزية عيش، حد يقدر يعد العيش؟ يعني هات ايدك كده واكسر العيش، هتقدر تعد محتوى العيش؟ لا.
العيش نفسه ما بيتعدش، هقول لكم انت بتعد، انما اقدر اعد الارغفة، اقدر اعد الارغفة. يبقى طالما العيش ما بيتعدش يبقى انا هقول له زير از. طيب في عندي عيش في الصورة؟ اه في، يبقى خلي از زي ما هي، طالما في يبقى هاخد صم. خلاص there is something. طيب nuts المكسرات، المكسرات بتعد يا ولاد. انا عندي كمان الكلمه المنتهيه في حرف اس، هنقدر نعد المكسرات. بصوا if you're looking for a wholesome snack nuts sometimes be disturbingly high. Here are a few picks from the nut almonds. Not only are the بنقدر نعد اللوز ولا اهو، 1 2 3 4 5 6 وبره في كام واحده؟ 4. يبقى المكسرات بتاعتها these perennials comes up. It's now consider that every single domino effect almond production is problematic. Things like marzipan inside them that the body converts to cyanide are nothing worse than when she had a despite many claims don't get met in Vietnam several tough like permanent meese cashews and they horse chestnuts and they're not really calorie nuts, which is more than you should for a people who eat power in 12 and 48 pine nuts people who eat them. اقدر اعد الحبوب دي؟ اه اي 1 2 3 حاجه سهله تمسكها تعدها. طالما انت اسمها سهله يبقى هنعمل ايه؟ بتعد، يبقى اقول له زر ار ولا زر از؟ ها زر ار، ما خلاص بقت سهله. طيب في عندي مكسرات في الصوره؟ ما فيش، يبقى هضيف على ار ان ابوستروف اي تي، يبقى زير ارنت. طيب ما فيش عندي حاجه في الصوره، يبقى اقول له اني ولا صم؟ اني، ما هي جمله منتهيه، لا يوجد اي مكسرات. طيب سمك فيش، السمك يا ولاد بيتعدى ولا لا؟ اهو ادي السمك اهو، امسك السمكه كده تقدر تعدها؟ طيب ايه؟ ما هي دي لحمة، هي طالما فيها لحم كتير قوي ما نقدرش نعد السمك. طبعا السمكة نفسها محتواها من جوه لا يعد، طالما لا يعد يبقى هنقول له زير ايه؟ از. طيب في سمك؟ مفيش سمك، اذا هنضيف على از ان بصرف ايه؟ تي. طالما جملة منفية بقول له لا يوجد زير إذن، تبقى خد إن ولا صم؟ إن يا صم فيها إن. طيب كده إحنا خلصنا، إمتى بقى نعد الخبز؟ هعد الخبز لو أنا بقول له ها أدي 1 2 3 4 أربع أرغفة من الخبز. يبقى في الحالة دي بقول له ايه؟ ها عديت الخبز، عديت الأرغفة، بقول له في الحالة دي 4. يعني ايه 4؟ 4 4 loaves. يعني ايه 4 loaves؟ أرغفة، 4 أرغفة. ها من الايه؟ من يعني اوف وخبز يعني بريد. في الحالة دي اقول له ايه؟ عديت الخبز، كلمة loaves هي اللي خلتني أعد. هي لوبز منتهية بإس، يا في الحالة دي أقول له زير إيه؟ زير آر. زير آر، أنت عارف أنت لو ما عندكش فور يبقى أنا أقول له زير آر صم لوبز أوف بريد، هناك بعض أرغفة من الخبز. إمتى بقى أعد اللحمة؟ لو أنا بعد قطع اللحمة، أنا عندي هنا كم قطعة من اللحمة؟ ها 3 3 pieces of meat. شايفين؟ في الحالة دي أنا بقول له 3 قطع من اللحم، 3 قطع. إيه اللي خلاني أعد اللحمة؟ كلمة إيه اللي خلت اللحمة معدودة؟ كلمة 3 قطع. خلاص يبقى في الحالة دي أقول له زير إيه؟ آر. إنما كلمة ميت لوحدها لا تعد، ما اقدرش اعد اللحمه نفسها. خلاص 100 لوحدها استخدم معاها زر از، قبلها كلمه
pieces أو slices شرائح ورقم يبقى في حالة دي تعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.